تقع حمامات معين على بعد 58 كيلومتراً جنوبية عمان، وتنخفض المنطقة 280 متراً عن سطح البحر، وتبعد عن مدينة مأدبة 37 كيلومتراً، وتتميز بينابيعها المعدنية الحارة والتي تصل حرارتها إلى أكثر من 50 درجة مئوية. تنحدر مياه شلالات معين باتجاه البحر الميت من قمم جبال شاهقة داكنة اللون بفعل الحرارة الجوفية التي تشق صخوراً نارية لتنهمر عيون وشلالات راسمة لوحة جميلة بألوانها الخلابة الطبيعية. وتمتاز مياه معين الحارة الكبريتية بوجود العديد من المعادن مثل الصوديوم وكلوريد الكالسيوم، وكذلك كمية كبيرة من الكبريت الممتاز لأمراض الجهاز التنفسي، مما جعلها مياهاً فريدة ذات جودة عالية ومضادة للحساسية، وتفيد أيضاً في تجديد الخلايا ومقاومة الشيخوخة، حيث تقدم العلاج للمصابين بالأمراض الجلدية وأمراض الدورة الدموية وآلام العظام والمفاصل والظهر والعضلات الطبيعية، فهذا ما جعلها تشتهر بمنتجعها الذي يعتبر أكبر منتجع سياحي في الشرق الأوسط. تعتمد هذه الينابيع على مياه الأمطار التي تسقط فوق سهول الأردن المرتفعة لتغذي أكثر من 120 عيناً ما بين ساخنة وباردة في قاع الوادي. تستقطب معين الآلاف من السياح الراغبين بالاستحمام في هذه المياه الغنية بالأملاح التي تصل نسبة الملوحة فيها 18% لغرض الاستشفاء والاستمتاع بمناظرها الخلابة.